كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هذه حقيقة بشرية لا بد منها، وهي أول منازل الآخرة. من مات قامت قيامته، اللي موت كأن الساعة بالنسبة له قد قامت. ولهذا كان الصالحون إذا ذكر عندهم الموت خافوا وتذكروا اليوم الآخر. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا مر على المقبرة بكى. قيل: ما الذي يبكيك؟ قال: هذا أول منازل الآخرة، فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد على العبد فيه كان ما بعده أشد. القبر أول منازل الآخرة، لهذا أمرنا أن نزور القبور. ليش؟ فإنها تذكركم الآخرة. جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبر، ولما يلحد كان يجهزون الصحابة ميت ويحفرون له القبر، فجلس بعض أصحابه حوله وبيده عود ينكت على الأرض، فدمعت عيناه وقال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا، لمثل هذه الحفرة فأعدوا، كل منا سيدخلها، كل منها سيضمه القبر ضمة، لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا من اهتز العرش الرحمن له، وهو سعد بن معاذ، فلن ينجو أحد من ضمة القبر. والضمة درجات، منها ضمة لأهل الإيمان فقط ترحيبا بهم واستعدادا لحياة أخرى، ومنها ضمة لأهل الضلال والفجور تختلف فيها أضلاعهم. يا الله، أي حياة قريبة هذه، وأي عالم آخر سنعيشه؟ قد يكون والعلم عند الله الليلة. أحد فينا يعني يضمن أن يشوف الشمس إذا غربت؟ أحد فينا يضمن أن يشوف غروب الشمس لو كانت طالعة الحين؟ أحد فينا يضمن إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء؟ كن جاهزاً، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. من الآن تريد أن ينير الله عز وجل لك القبر؟ عليك بقيام الليل، عليك بالصدقات، عليك بالقرآن. تريد أن يفسح لك قبرك؟ بر الوالدين، صلة الأرحام، كفالة الأيتام، إطعام المساكين، السجود والركوع، الدعاء والاستغفار، هذه الأعمال الصالحة. يأتيه إما رجل قبيح الوجه، قبيح المنظر، قبيح الرائحة، يقول الميت الذي أفاق، يقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا الزنا والخنا، أنا الخمر والفسق والفجور، أنا الكذب والسخرية، أنا قطع الأرحام وعقوق الوالدين، أنا ترك الصلاة وهجر العبادة، فوالله ما علمتك إلا سريعا لمعصية الله، بطيئا لطاعة الله. هذه عادتك، تسحب نفسك سحب للصلاة تتركها أيام ما تبالي. أو يكون الرجل الآخر الذي سيرافقه في قبره، ينظر فإذا وجه وسيم جميل، رائحة طيبة زكية، يقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، يقول: أنا عملك الصالح، أنا قيام الليل، أنا صيام النهار، أنا الحج والعمرة، أنا بر الوالدين، أنا صلاة الأرحام، أنا قراءة القرآن، أنا الذكر والاستغفار، أنا إطعام المساكين، أنا الأمر بالمعروف، أنا النهي عن المنكر، أنا الجهاد، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا بطيئا في معصية الله، سريعا في طاعة الله. طاعة نشيط، المعصية إن فعلتها تتثاقل وتندم بسرعة إذا فعلتها، يرافقه إلى أن تقوم الساعة. إما أن يكون القبر ضيقا حتى تختلف أضلاعه ويأتيه من سموم النار وحرها، أو يفسح له قبره مد البصر ويأتيه من نعيم الجنة وريحها، يفرش له من الجنة. يا الله، أحلى من قصرة في الدنيا، أحلى من بيته، وده يطلع من قبره إذا كان من أهل الإيمان، بوده لو يطلع من قبره بس لحظة يقول حق عياله: ترى أنا بنعيم، لا تبشون علي، يونسهم ويرجع مرة ثانية. وده تقوم الساعة عشان يقابل أهله وعياله، فيقول الله عز وجل وهو ينادي: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فيناديه المنادي: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة. ثم يقال له: نم نومة العروس،
فينام نومة خفيفة فيستيقظ فإذا القيامة قد قامت. هذه نهايتنا، هذا مصيرنا، إما من أصحاب اليمين وإما من أصحاب الشمال. الموت لا بد منه، الموت أمر مفزع، أمر مقلق، أفزع الأولين والآخرين، أفزع الملوك والضعفاء والعظماء وكل بشر على وجه الأرض أفزعهم الموت وأقلقهم. فهل استعد الواحد منا لتلك اللحظة التي قد تكون أقرب مما نتصور؟ تجهز لهذا اليوم، أسأل الله أن يثبتنا فيه على الدين وأن لا يميتنا إلا على الإسلام. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.